اهلا ومرحبا من جديد بكل المتابعين. وجميل جدا ومن الحاجات اللي بتخلي الزول يفرح وسط كل الحاجات اللي ممكن تكون ما جميله، انه لما يلقى شباب سوداني قادر ان هو يصنع حاجات مختلفه تماما وقادر يخد بصمته حتى لو كان بالحاجه البسيطه. لكن دائما بنتكلم في صباحات سودانيه عن موضوع المبادرات، ودائما بنستضيف عدد من المبادرات، لكن استضافتنا لليوم هي استضافه مختلفه تماما، مختلفه لانه كانت فكره المبادره برضه مختلفه، مبادره من خلالها شاب مؤمن تماما بانه كثير جدا من الناس اللي حوالينا محتاجين انهم يلقوا زول يبدا حاجه بعد ذاك الناس تبدا. ومرات في ناس عندها الفكرة إنها تشتغل لكن بتخاف من الأعمال الهامشية باعتبار إنه الناس حتقول علينا شنو، إحنا لسه في مجتمع بيعاين لنظرة الناس أكثر من الحاجة ممكن تكون مربحة بالنسبة له. فبدأ حاجة جميلة جدا حيحكي علينا الليلة، وحنتعرف من خلاله على الشجاعة اللي هو من خلالها بدأ، وهو تطور وعمل حاجات كثيرة مختلفة وكانت برضو فيها عائد لعدد من الفئات المختلفة. خلونا مع بعض نتعرف على أحمد نصر الدين المعروف بود الصول، مؤسس مبادرة أنا السوداني وبساعد غيرك. صباح الخير عليك. صباح النور عليكم، إن شاء الله طيبين. أولا أنا سعيد بالإضافة وشكرا لكم شديد، وصباح الخير لكل المشاهدين على سوداني 24. أنا مرحب بك أحمد. وقبل ما نمشي في تفاصيل الموضوع، مؤسس مبادرة أنا السوداني وبساعد غيري، أنا قبل شوية قلت إنه أحمد عمل حاجة مختلفة. في ناس كتير جدا نفسها تعمل الحاجة دي، هي عارفة إنه العائد بتاعها مجزي يعني، أيوة، لكن بتخاف من نظرة المجتمع. أحمد عمل شنو وكيف قدر يطلع من جلباب المجتمع اللي بينظر حتى للعمل ده بطريقة ممكن تكون دونية نوعا ما؟ يعني في الحقيقة أنا بداية بدينا في المبادرة، أو بداية أنا كنت شغال كفرد. لما بديت اشتغل على المبادرة براي، يعني كنا بنجمع ملابس في البيت بنوزعها مثلا في المنطقة اللي احنا ساكنين فيها، بنشوف اقرب زول مثلا وضعه يعني يكون تعبان او محتاج، فبنحاول بنغسل الملابس وبنغلفها بطريقة ظريفة بنوديها في الحي ذات او في الحي اللي بعدين او الغرة المجاورة لنا. في الحقيقة يعني بدايات الناس كانت بتضحك علينا، بيقولوا شوف الناس دي ما عندها برنامج، وشوف الناس دي يعني وصلت مرحلة انه يوزعوا ملابس مستعملة وكده. فالنظرة بتاعت الناس شيء، وردة فعل زول المحتاج شيء ثاني، اللي هو ردة فعل زول المحتاج هي ويدي الأهم. ايوه، هي المهمة، او هي اللي ادتنا الدافع انه نحن نقدر في يوم من الايام نقدر نكمل ونقدر نستمر ونشتغل كجسم بتاع مبادرة. طيب الناس عرفت احمد ما من خلال جمع الملابس بشكل عام، لكن احمد اشتهر اكثر حاجه بغسيل العربات. ايوه فعلا، احنا كان فتره اشتغلنا المبادره بتاعت غسيل العربات في شارع النيل، واشتغلنا في غابه الصنود. الفكره كانت شنو احمد؟ يعني انت فجاه كده تشيل جردلك وصابونك وحاجاتك. كنا شغالين احنا اصلا، احنا كنا شباب او كنا اصحاب، احتمال احنا كانوا معنا 3 بنات ونحن 4 اولاد او 5 اولاد. كانوا معاكم بنات؟ كانوا معنا بنات. فلما بدينا الغسيل الفكره كانت حقت البنات اصلا، فانا ايدتهم انه نحن ممكن نساعدكم في الحاجه دي وبنوريكم انه الغسيل يكون كيف وكده. فانا بديت انشر في الميديا عموما انه نحن حنعمل يوم من الايام، يعني حنمشي شارع النيل وحنشتغل غسيل لصالح الاطفال ديل. فاي زول لقانا يا اخوان يحاول يتعامل معانا يعني. في اليوم الثاني بعد نشر البوست، سبحان الله، كميه من العربات جات وقفت لنا في الصف عشان نحن نغسل، ومعنا كميه من الاطفال، فبدينا نغسل. فمن هنا استحبطوا الاطفال أيوة، اللي هم بالنسبه لهم الشارع هو المأوى. أيوة، يساعدوا الاطفال فقدوا السند، فكان بالنسبه لهم هي دعم انه كيف يقدروا يغسلوا او بطريقه تعليم لحرفه. ايوه، بالنسبه لهم حرفه هي. ففي الحقيقة كمية من الأطفال اشتغلوا، كمية من الناس جاتنا في شارع النيل عشان بس نحن نغسل لهم. في ناس بيدوك زيادة المبلغ، وفي ناس بيدوك المبلغ هو ذات نفسه، وفي ناس بيقول لك جيبوا صابونة وجيبوا كده، ده المبلغ. فالمبادرة لقت ترويج. أول عمل كان بالنسبة للمبادرة متين؟ يعني تم إنشاء المبادرة متين؟ المبادرة انشأت بين 2011 ده كبداية لهم. يعني كبداية أنا ارتبطت بالناس أو اجتمعتها، فالفكرة أصلا أنا طرحتها في الفيسبوك. في الحقيقة أنا الفيسبوك بالنسبة لي كل شيء،
يعني انا بديت بالفيسبوك ولحد اللحظه دي حتى عندنا جروبات نحن جمعنا عن طريق الفيسبوك، حتى الناس حتى الشغل اكتر على الصفحه. انا بعرض الافكار وكل الحاجات اللي في راسنا بقوم بكتبها في بوست منفصل كمشاركه جماعيه. ايوه كمشاركه جماعيه. فبدينا كبدايه للمبادره بدينا بدار المايقومه، اشتغلنا تاهيل كامل لدار المايقومه وللاطفال. فالفكره زي ما قلت لك انه طرحتها انا يوم من الايام، كتبت بوست عن دار المايقومه، عن المعاناه اللي بيعيشوها الاطفال، عن الوضع اللي انا شفته. ف جمعوا كميه من الشباب وكميه من الناس، فبدات بتتصل انه دايرين يوم من الايام نمشي كلنا كجسم مع بعض، يعني نحن نمشي. فبدات انه انا اشوف الاجراءات المطلوبه مني شنو عشان انا ادخل كمية عدد كبير. ايوه من الشباب وكميه من الناس اللي عايزه تشارك معنا. لكن اختيار الاسم ذاته يا احمد، يعني انا سوداني وبساعد غيري، يعني برضه كميه من المضامين. أيوة والدلالات. في ناس كان بتزعل بتقول لك انت شنو؟ يعني الرد بتاعي انه انا بقول انه انا سوداني وبساعد غيري وكده. فالحاجه دي انا كنت بقول عادي، يعني ما كنت فاكر يوم من الايام انها تسجل كمبادره، او انا والله كنت بقول كلمه عاديه جدا. يعني زول اللي بيزعلك ويقول لك انت منو؟ يعني لما مثلا انا مشيت يوم من الايام الوزاره فطلبت منهم، يعني قدمت لهم خطاب ليوم ترفيهي او كده، فقالوا لي يعني انت اسمك احمد نصر الدين لكن انت منو او انت شنو؟ انت هتوجهها يعني. ايوه. فقمت رديت على اساس انه انا سوداني مساعد غيري الكلمه دي. وبعد ذاك مشى الاسم. فعشان الاسم ده انا بتذكر كان عم هاشم ربنا يديه العافيه، فقال لي والله عشان الاسم بتاعك وعشان ذكرك للحاجه دي انا ما عندي مشكله، وده التوقيع وده الخطاب انا موافق انه انت جميل تمشي. فمن هنا هو الاسم انطلق. فبدأت بحكي للناس عن الاسم انه انا يوم من الايام قلت الكلمه دي، وبعد ذاك يعني هي كان أيوة. سبب في المبادره. لكن يا احمد المبادرات كثيره والمجموعات الطوعيه، احنا ما ضد المجموعات تكون كثيره. أيوة. لكن انت عشان تكون مبادره توعيه متفرده عندك نشاطات مختلفه، ما تكون انت طبق الاصل لنشاطات بتقوم بها مبادرات ثانيه، شو مميز مبادره انا سوداني وبساعد غيري؟ انا سوداني احتمال هي اكثر المبادرات الواقفه مع وزاره التنميه الاجتماعيه. يعني نحن زي ما قلت لك بدينا بدار المايقومه، بقينا شغالين المايقومه المسنين المسنات اطفال مرضى السرطان، بنعمل ايام ترفيهيه غير الايام الترفيهيه، انه الاطفال تحديدا نحن يعني مهتمين بهم اكثر، المايقومه او اطفال مرضى السرطان. فبنشتغل بطريقه مختلفه، احتمال هي ما في مبادره او احتمال قليل من المبادرات بتكون شغاله بنفس التخصص اللي هي فيه، اللي هو نحن بنكون يعني بنشتغل صيانه عامه للدار. يعني جينا مثلا زي اطفال دار المايقوم بنمسك كل الاطفال بنعمل لهم حلاقه، يعني تخصص بنخصص 4 أيام أو 5 أيام في الاسبوع بنمشي بنحلق، بس بنكون شغالين حلاقه في الخمسه يوم دي بنكون شغالين حلاقه بس للاطفال، فكميتهم صراحه كبيره. فبنحاول نعمل رسومات مثلا ليها علاقه بالاطفال، فبنحاول مثلا تشتغلوا على البيئه. ايوه. فبنحدد برضه يوم من الايام انه نجمع اكبر كميه من البامبرز، اكبر كميه من اللبن، ففلان بيعرف فلان بيعرف الناس بتجمع اللبن. جميل. فالحاجه دي احتمال برضه بنشتغلها في اطفال السرطان. فنحن بنحدد اولا يعني قبل ما نعمل معاهم احتفاليه او قبل ما نحدد معاهم يوم نجي نحتفل معاهم ونعمل حفله كبيره او يوم ترفيهي هو. فبنحدد انه 3 أطفال أو 4 أطفال محتاجين عمليه بنسدد رسومهم اولا، يعني بنعمل شير بيناتنا، الناس تحاول تدفع 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 لحد ما تتم حق العمليات اللي 3 أطفال دول، بنيجي بعديها بنحتفل على الانجاز اللي احنا عملناه وانه نحن معناه انتم محتمدين في نشاطاتكم اللي بتقوموا بها على موضوع الشير او في النهايه. أيوة. على النطاق الضيق. لكن أيوة. طيب العمل الطوعي ده وانتم بتشتغلوا على فئات كثيرة جدا واحتياجات أكثر، أكيد محتاجين دعم برضه في النهاية. يعني موضوع الشير ده أي ربنا بيتمه بيسهله، المبدي متموم يعني، لكن برضه يعني الموضوع ده يعني مهلك زيادة يعني أو بيحتاج لصارف كثير. في الحقيقة أنا ما في يوم من الأيام الحاجة دي، احتمال كل الناس اللي في الصفحة تكون عارفة الحاجة دي، يعني ما في يوم من الأيام إنه أنا نزلت بوست عدى 10 دقائق أو 5 دقائق وما انقضت الحوجة. يعني في ناس احتمال بتكون بس منتظره وصول 200 ينزل المنشور عشان انا اتم له حوجته. اللي بيخلي الناس تتواصل معاك وتثق في انه ودي صلب ودي قروشهم دي في الحته الصح. الثقه
الثقة إنه أنا كسبتها من بداية الشغل، إنه نحن يعني ما كنا قاعدين نقبل أصلا مبالغ مالية يعني آه. حتى إنه مثلا ما يقوموا بنقول لهم جيبوا مثلا دارين بامبرس ودارين لبن ودارين ودارين جيبوه تعالوا جيبوا، ونحن دارين زيت دارين كده، في الناس بتجيب حياتها وبتجي يعني ما كان في أصلا مسألة بتاعت قروش. فقريبات نحن احتمال أنا دي السنة التالية إنه أنا بديت إنه أنا أقبل تبرعات أو أنا أقبل حسابات بنكية، أو الحاجة هي المكسب إنه أنا ممكن أزول العايز توثيق أنا ممكن أوثق له كهو يعني كأيوة إنه أنا ممكن أزول القدم له مساعدة، ممكن أقول له يا سيدي بس أنا حصور جزء من الحوجة اللي أنا أديتك ليه، أو حصور جزء من يعني وشك ما ضروري أظهره، ممكن أنا أذكر اسم الزول المتبرع أو ممكن أذكر الجهة قدمت التبرع ما فيها مشكلة، شيل الفيديو برسله للزول رسل المبلغ، أو ممكن أنا أذكر المبلغ كامل يعني حتى عشان يقدر يعرف إنه خمسة فعلا مشت خمسة أربعة ممكن تكون مشت أربعة فكده. طيب في عقبات ممكن تكون واجهتكم من خلال مسيرتكم اللي هو من 2011 وحتى الآن يعني؟ والله العقبات كثيرة يا أخي، لكن منها احتمال تلاقي ناس كثيرة احتمال تكون يعني هي تكسير مجاديف أو هي أنا ما عارف هي تحديدا، لكن الحاجة دي أنا ما اهتميت بها صراحة يعني كمية من الانتقادات كمية من الحقد كانت دافع بالنسبة لك يا أحمد؟ كانت دافع بالنسبة لي يعني. طيب يا أحمد الزول بيشتغل عمل طوعي بالتحديد مرات زي ما أنت قلت بتلاقيه انتقادات، لكن بالمقابل بتلاقيه مواقف حلوة شديد بتخليه يحس انه فعلا هو بيعمل في حاجه ممتازه شديد. في مواقف كده بالتحديد او حوجات اثرت في احمد؟ انا ما بحب اقول حوجات لانه نحن المحتاجين اكثر أيوة منهم هم يعني نحن محتاجين لهم. فمش في الحوجات انا هحكي موقف احتمال عدى علي قبل 3 يوم مشيت مطعم هو في العمارات اسمه قايش العمارات، المطعم ده كان محتاج وظائف او هو محتاج بنات يشتغلوا في دوام. في الحقيقه نزلت الاعلان بتاعهم بس يعني ما ركزت في انهم محلهم وين او البنات اللي حيصلون منهم وكده. فالزول اللي عنده خبره او عنده طريقه انه يشتغل ممكن يقدم. فسبحان الله امبارح مشينا اول امبارح مشينا انا والله ما كنت عايز انزل، فكان معي واحد صاحبي قال لي يا اخي ننزل نحن الاثنين بدل انت تكون قاعد في العربيه وانا انتظرك. فنزلنا لما جينا نطلب لقينا اثنين من البنات يا سلام، فقالوا لي يا اخي فاتورتك علينا انه انت كنت سبب في انه نحن نشتغل في الحته دي يا سلام. فانا ما اعرف الطلبات طبعا هي ما حاجه سهله يعني احتمال تكون 2000 او 2000 وزياده، انا متاكد انه ده يكون مرتب بتاع شهر. يمكن برضو يا احمد انا في موقف كده شففوني لو دراك تحكي لنا برضو على الهواء، اللي هو الموقف بتاع السيده اللي كانت على وشك الوضوع اللي هي كانت في المستشفى او وفي زول تبرع عليها ايوه كان يوم من الايام برضو كان في انا عندي اخوي شغال في الصيدليه بتاعت مستشفى ابراهيم مالك، فكان جنبهم في مره قاعده في الصيدليه ذاته في الشارع برا. فقال لي يا اخي كان في المره دي قاعده ومعاها اطفال وتعال شوف الوضع بتاعهم يعني. في الحقيقه انا احتمال كل الصيدليات انا علاقتي معهم شويه كده كويسه. فمشيت شفت الحاله وصورتها يعني انه ده الوضع بتاع المره دي والحاصل 1 2 3 اللي هو الحاجه اللي انا شفتها انه يعني كانت الدنيا برد وتقريبا هي في الوقت داك وضعت. فبديت انه انا اشرح في الحاصل، فسبحان الله في نفس اللايف اتصل علينا على الشاشه الطفل ماخذينه ايوه فسبحان الله في نفس اللايف ده اتصل علي اشرف الكاردينال فقال لي انه انا ممكن 10 دقائق او 5 دقائق اكون معاكم، فانت وين؟ وصفت له الحته. فانا ما كنت متوقع اصلا الحاجه دي انه هو يكون فعلا انه ده اشرف الكاردينال او ده زول احتمال عايز يطمني انه ممكن الحاجه دي تكون انتهت او في خيالي انه ممكن هي تنتهي. فسبحان الله جانا واداني 10,000 او اداني 60,000 قال لي انه 60,000 دي تكون اكل شراب سكن بالنسبه للاطفال دي الملابس
يعني من الفترة بتاعت الأربعين يوم بس المرة دي تنتهي الأربعين يوم ونشوف تاني بعد يحصل شنو حل المشكلة. أيوة فستين ألف كانت قروش يعني ما ستين ألف أيوة. الحسي كانت قروش طبعا. فسبحان الله يعني حتى في اللايف زولا سمعت انه السكن قالت لي انه انا عندي شقه في الكلاكله هي فاضيه يعني ما محتاجه لها وانا اصلا ما قاعده فيها. فممكن تجي وتجيب المره دي. سبحان الله مشينا وديناها وعملنا لهم اللي هي مشينا الانفال اشترينا لهم كميه من الملابس وكميه من الحلويات كميه من الالعاب للاطفال كميه من جميل. يمكن يا احمد يعني عمل الخير كثير وفي ناس ما بتحب تظهر حتى يعني في ناس بتتبرع لكن ما بتحب حتى يعني تظهر اسمها وكذا يعني. لكن برضو واحده من الحاجات اللي انت اتجهت لها برضو في واحده من بوستاتك اللي هي فكره انه توظف يعني فكره انه حتى كان عجبني في البوست انه اسالوا اخواتكم عايزين شنو بغض النظر عن القصه هي كانت شنو اسالوا اخواتكم هم محتاجين شنو يعني اخواتكم ديل في البيت بيكونوا محتاجين لتفاصيل حاجات كثيره. فمن هنا جات فكره انك انت تفتش وظائف أيوة. وتعرضها في الصفحه وتكون منصه بتاع التوظيف. ايوه فعلا. فسبحان الله انه كميه الوظائف انا ما كنت فاكر انه يوم من الايام انه الكميه تصل معي للمرحله دي يعني. أنا كنت بتمنى إنه يوم من الأيام إنه أنا أقدر أصل المرحلة بتاعت أوظف 100 شخص في حين إنه أنا احتمال لحد اللحظة أنا شايل شهاداتي برضو كمان قاعد من غير شغل. فما كنت فاكر إنه يوم من الأيام أصل يعني إنه أوظف 100 فرد أو 100 شخص. فالتوظيف لحد اللحظة دي احتمال أنا واصل معي 500 وزيادة. فالحاجة دي بالنسبة لي أنا كانت حلم. فأنا بقيت ما قاعد اخوت انه ده حلم، انا بخوت انه ده مشروع بالنسبه لي انه انا امشي فيه تواصل فيه يوم من الايام اجي اعمل جرد لمشروعي واشوف انه انا عملت شنو. ف سبحان الله الوظائف الناس بدات انه بترسل على ثقه انه زول ده حيوظفني وعلى ثقه انه في ناس بترسل على ثقه انه الناس اللي حيجيبوا موظفين ناس كويسين او ناس ذات حوجه يعني زول بيجيك انه محتاج فعلا محتاج. فالحاجة دي هي احتمال سبب في انه نقدر نوظف كمية من على ذكر جرد السنوي انه في نهاية كل سنة دائما الزول بجرد كل تفاصيله الخاصة والعامة وايضا على مستوى المبادرة يعني. وفي نفس الوقت الزول بيوضع احلام وطموحات جديدة للعام الجديد. احمد احلامك على مستوى المبادرة في انا السوداني وبساعد غيري 2021؟ والله الاحلام اكبر طبعا انه اللي قدر حلم انه يوم من الايام انا ما كنت فاكر انه يوم من الايام نصل المرحله بتاعت الكفالات نصل المرحله بتاعت يكون لنا اسم في كل الدور اللي اذا كان المايكوما او المسنات او كل الدور. فزي ما قلت لك انه ما في يوم من الايام انه كنت برضو بحلم انه يوم من الايام الاسم منتشر للمرحله الخرافيه اللي هسه حاصله دي او يوم من الايام يكون معي كل التيم الموجود معي. احتمال التيم الموجود هو حاليا لدراسه الحالات بس في 350 فرد متوفرين بس انه يدرسوا الحالات في كل ولايات السودان يعني مش في الخرطوم او في مدرمان او في بحري في كل الولايات هم ممكن يدرسوا الحالات في اي وقت. فالحاجه دي انا بالنسبه لي طموح انه يوم من الايام نتصل اكبر بدل انه 350 فرد يكون عندنا 350 الف يكونوا ان شاء الله يا رب في كل الولايات وان شاء الله في يوم من الايام تكون في حاجات يعني في احتياجات اصلا يعني تنقضي كل الاحتياجات واصلا البلد تكون رخيه ان شاء الله يا رب وهينه على كل الناس يا رب. رساله اخيره او كلمه اخيره للمتطوعين ونختم حوارنا. اول حاجه انا حاب اشكر اخوات الاثنين احتمال هم بنفس مجهوداتي بنفس فهمي بنفس اسلوبي هم مهاد مهاد نصر الدين مهاد عصام ميمي افكار عمر مصطفى. تحية لافكار والله حقيقة مهاد وافكار بيعملوا في عمل كبير شديد بنفس المجهودات او اعلى صحيح أو صحيح انا طبعا ما اقدر اقيم التقييم هو تم اختيارهم حتى حاليا من الشخصيات الطوعية. الشخصيات دي الاحتمال ان احنا بنتشجع ببعض اكثر يعني مرات انا بكون محبط انه الحال الفلانيه انا ما قادر اسدد لها المبلغ فمرات بخش على مهاد واشوف انه قضت حوجه بمبلغ مثلا 500 الف او 600 الف فبشوف انه انا حوجتي ولا شيء
انا ممكن اكتب والحاويه تنتهي. فبنتشجع بكده، فسبحان الله زي ما قلت لك انه نحن بندعم بعض حتى الثلاثه شخصيات بنفس المجهودات بنفس الفهم بنفس الاسلوب شغالين بنفس الافكار. فحاب اوصل لهم والله. انا بحييك انت كمان احمد مره ثانيه، احمد نصر الدين والدسول، وبحيي افكاره وبحيي مهات حقيقه هم بيشتغلوا في شغل كبير شديد، يعني ممكن يكونوا حتى ما معروفين عند الناس. ايوه فعلا. فتحيه لكل الشباب المتطوعه اللي بياخذ من زمنه ومن مجهوده، وحتى ممكن تكون من لقمه العيش حقته، وحتى ممكن يكون من مرتبه عشان يساعد غيره، واكيد دي المحريه فينا كسودانيين.